رجعت النوفيت على الشوارع ومع رش الكلز الروائح وأكيد الخطر على صحتنا، وإذا كنتوا نسيتوا إليكم تذكير بأهم الأضرار. هالزبالة بتقدر تجوف المي، افترض هالمي اليوم ملوثة حملة سالمونيلا، بيعمل واحد سالمونيلا أو حملة تيفوئيد من وراء المي الملوثة مثل ما عم بينشاف بعدد من المناطق اللبنانية. وحريق الزبالة ما بيسوى أبدا، خصوصا عند المسنين أو اللي عندهم مشاكل صحية أو الصغار بالعمر. هالزبالة بطبيعة الحال بس تخمخم وتبقى فترة، بدها تجمع حشرات، دبان، أوقات فيران إلى آخره، وهودي أكيد بشكله بيقدروا خطر علينا. ولكن بس تكون الزبالة قاعدة بين بيوتنا بعز الصيف، فسبل الوقاية بحسب الطبيب منا كتيرة. إذا الزبالة حول البيوت وعم بتجيب كتير برغش، أكيد بدهم ينتبهوا يسكروا بوابهم ويسكروا الشبكة من البرغش. إذا في حريق حواليهم للزبالة يسكروا شبابيكم ما يتعرضوا للروايح ولا للبوليسون أو التلوث اللي بيطلع من وراء الحريق. ورابعا وأهم شيء بدنا ننتبه كتير على المي اللي بنشربها والمي اللي بنستعملها، أنه تكون مي مختومة نظيفة وأكيد من مصادر مرخصة من قبل وزارة الصحة. وبوقت عم تشق في زبالتنا طريقة إلى أسبوع الأول بالشوارع، التخوف اليوم هو من عودة المكبات العشوائية والحرائق يلي بتهدد الحجر والبشر. من سنة تحديداً كان وضع النوفيات هون على منطقة الدورة مثل ما هو هلأ إذا مش أكتر، وأمام الوضع الراهن ببعض المناطق بالمتن وبيروت الكمامة بتضل الحل الوحيد أمام الظروف الراهنة. جورج عيد، MTV.